السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فاصلة. في الحقيقة حلقتنا النهاردة مش هقول تهم حد معين من مشاهدينا، لا هي تهم تقريبا الأسرة بأكملها وبالأخص السيدات والبنات والأنسات اللي مقبلة على الزواج إن شاء الله. حلقتنا النهاردة شيقة جدا، أتمنى أن أنتم تتابعونا للآخر ويشرفنا. وقبل ما أتكلم كتير عن موضوع حلقتنا النهاردة أحب أرحب بزميلي أستاذ هشام. أهلا بحضرتك أستاذ هشام. أهلا بك أستاذ ماء، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم في كل مكان في حلقتنا في برنامج كلمة في وصفة. حلقتنا النهاردة مميزة جدا زي ما قالت أستاذ ماء زميلتي، أن هي هتفيد كل أسرة وخصوصا المقبلين على الزواج أو المتزوجين. حلقة النهاردة مع إنسانة طبعا مميزة جدا، نموذج احنا يعني حاولنا مرارا وتكرارا ان احنا يعني نتقابل بيها هنا في البرنامج، والحمد لله لبت رغبتنا اللي هي تكون معنا، عن كاتبة واستشارية في العلاقات الزوجية. معنا الأستاذة زينب عبد الرحمن. أستاذ زينب عبد الرحمن، النبذة البسيطة عليها اللي هي حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة المنصورة، دبلوم تربوي برضو من نفس الجامعة، ماجستير مهني في الإرشاد الأسري. الأستاذة زينب عبد الرحمن مدربة معتمدة من الأكاديمية العلمية للتنمية البشرية بتركيا، وأيضا مستشارة أسرية معتمدة في البورد الأمريكي، حاصلة طبعا على كورسات كتيرة ومعتمدة عن الزوجات والمقبلات عن الزواج. احنا جد احنا نتشرف بيها، و هنبتدي نسألها طبعا مع بعض، وأي استفسارات وأي مداخلات هنبقى مع بعض إن شاء الله في الحلقة. فضل بسم الله. طبعا أستاذ هشام زي ما قال، أنا طبعا أؤكد على كلامه أن المداخلة اللي هنعملها النهاردة مهمة جدا وضرورية أن احنا نسمع عنها. المفروض أن سبب حوارنا النهاردة أو سبب اختيارنا لحوارنا أنا وأستاذ هشام من موضوع حلقتنا النهاردة كان أساسه وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا اكيد الكلام اللي انا هقوله دوت مش بعيد عن كل مشاهدينا اللي شايفينا دلوقتي. انا شفت حاجه الاستاذه امنه نصير بتطالب بمنحه الزوجه بنصف ميراث الزوج في حاله الطلاق. طيب خلينا نبعد عن الماديات شويه. انا يعني انا كانثى او كسيده حصل يعني مش هقول حصل انفصال، يعني لا قدر الله لو حصل انفصال انا لما اخد نص ثروته او ثروته كلها هتعوضني عن عمر اللي راح، والعكس برضو صحيح هتعوضه هو كمان عن عمر اللي راح سواء احنا الاثنين ما اتفقناش او لا. دي حاجة طبعا خلتني ان انا افكر 100 مرة ليه ما نتكلمش عن موضوع يخص موضوع بداية المشاكل الزوجية. تاني حاجة احنا بدل ما نفكر في ان احنا نتكلم ان الزوجه ليها كذا وملهاش كذا وحقوقها ايه والكلام ده كله، من الاهم ان احنا نشوف الاطفال اللي ما بينهم دول حقوقهم ايه. يعني المفروض ان هم اللي بيكونوا ليهم اولوياتنا في التفكير. احنا هنفكر في الاطفال دي ازاي، مستقبلهم هيكون ازاي، ليه ما نحطش قانون خاضع للطرفين سواء للام والاب برؤيه الاب او الام، اللي يمتنع عن رؤيه الابن، لان في ابهات بيرموا اولادهم ما بيشوفوهمش بالسنه وبالسنتين وبشهور، وفي برضو العكس الامهات برضو بترمي اولادها وما بتشوفهمش. طب ليه الاهم ان احنا ما ندورش على قانون يحمي الاطفال قبل ما يحمي الام مهما كان او ما حصلش نصيب بتشوف نصيبها، والراجل هكذا بيشوف نصيبه ما بتوقفش الدنيا عليهم هما الاثنين، لكن الاولاد دي طبعا لما فكرنا في اول حاجه ان احنا نتكلم فيها اسباب ومشاكل الخيانه الزوجيه، وحاجه مهمه جدا استاذ هشام اللي اقترحها عليا. اتفضل يا استاذ هشام. احنا في الفتره الاخيره كسرت حته الخيانه الزوجيه. اذا الخيانه الزوجيه بمفهوم الخيانه شامله الطرفين اذا كان الزوج او الزوجه، كسرت الخيانه الزوجيه ادت الى بكم كبير وعدد كبير من الانفصال الزوجين عن بعض. الكلام ده هنطرحه برضو على الأستاذة زينب عبد الرحمن. قبل ما نطرح السؤال طبعا نرحب بيكي أستاذة زينب عبد الرحمن. ألو. أيوة السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. قبل ما نطرح السؤال حضرتك، احنا بنشكر البرنامج والقناة بتشكر حضرتك انك لبيت طلبنا بالدعوة ان حضرتك تبقي معانا ان شاء الله في الحلقة النهاردة. العفو
العفو العفو جدا، وانا مبسوطه ان انا معاكم، وربنا يا رب يسعد المشاهدين جميعا ويوفقنا جميعا يا رب. طب حضرتك بقى نبتدي بقى حلقتنا عشان عايزين نفيد المشاهدين، فرصه ان حضرتك معانا ان شاء الله في الحلقه بتاعت النهارده. عايزين نفيد المشاهدين بقى النهارده بسؤال مهم جدا، ان حضرتك ايه اسباب الخيانه الزوجيه وتعدد الزوجات؟ اسباب الخيانه الزوجيه اكيد طبعا حضرتك ده دكتوره بتؤدي الى تعدد الزوجات، ان طبعا طالما في خيانه وبعد حضرتك بيبقى في انفصال، في برضو الزوج بيتجه لاتجاه تاني اخر، ان هو بيشوف واحده تانيه بيرتبط تاني، برضه في نفس الحال الزوجه برضه بتشوف برضه طريقه تاني مختلف، وبرضه بتشوف وترتبط بشخص تاني. فطبعا الانفصال ده بيؤدي في الاخر الى انهيار الاسره، انهيار اسري. طب انت حضرتك بقى ايه اسبابه بقى؟ عايزين نعرف من نوضح للمشاهدين اسبابه ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. نبدا من البدايه خالص. البدايه كانت ان انا كنت بتكلم مع الزوجات، يا حبيبات مشاكلكم ايه؟ فكانت المشاكل ان الراجل مش فاهمني، انا مش فاهماه، ويعني لما كنت مثلا بتكلم مع 100 زوجه كان من ال 100 70 زوجه تشتكي من مشكله الخيانه الزوجيه. تمام. كل زوجه فيهم كانت تقول لي قصه طويله عريضه عن حياتها مع زوجها. بس يا استاذه زينب، استاذه زينب بدون مقاطعه حضرتك، 70 ايه ده؟ تقريبا الكتاب كوني معشوقتي وتزوجي السعاده تقريبا نص المشاكل اللي اتعرضت على حضرتك في الاستفسارات. انا لما قريت الكتاب تقريبا نص او اعلى من النسبه دي بكتير. أيوة، عشان كده احنا حبينا نقترح السؤال ده. يعني لو هم 100 زوجه 70 زوجه بتيجي تشكي لي من ان زوجها بياكلها. فلما بتكلم لما اتكلمت مع كام الزوجات دول من كل انحاء العالم، الكويت، السعوديه، اليمن، عمان، ليبيا، مصر طبعا ام الدنيا، العراق، تونس، المغرب، كل البلاد دي فيها زوجات بتعاني من مشكله الخيانه الزوجيه. فطبعا كنت بتكلم معاهم واستنتجت كميه من الاسباب. اول سبب طبعا الفراغ. ثاني سبب الصحبه السيئه. من الاسباب تعود الزوج او الشاب على تعدد العلاقات من قبل ما يتجوز. تمام. انشغال الزوجه وعدم اهتمامها بنفسها. عدم اهتمام الزوجه بالعلاقه الخاصه بينها وبين زوجها، وهنا بنعمل اكس كبيره قوي. انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل بين الرجال والنساء. قلة ثقه الزوج بنفسه. الخلافات والمشكلات المستمره. المسلسلات اللي ظهر فيها البطل انه راجل مزواج وحواليه الستات، فالراجل اللي بيتفرج على المسلسلات بيبقى عاوز يعيش نفس الحياه دي زي بالظبط ما في ستات بتقعد قدام المسلسلات التركي بتبقى عاوزه تعيش نفس الحياه الرومانسيه دي. فالراجل بيتفرج على المسلسلات دي شايف ان الراجل عايز يطبقها على ارض الواقع. ايوه، دي بتحبه ودي تتمنى منه نظره ودي بتموت فيه، فبيبقى عاوز يعيش الحياه دي. الحاج متولي يا استاذه زينب واللي بنشوفه من المسلسلات. من الاسباب الملل ومفيش جديد في حياتهم. من الاسباب الاختلاط في الشغل بين الرجال والنساء. طب احنا ممكن نقول برضه بدون اقطع كلامك حضرتك، ممكن برضه نقول برضه بنسبه كبيره في الفتره الاخيره، معلش برضه نقول الوضع الاقتصادي، يعني برضو الوضع الاقتصادي بالنسبه للمشكلات. ده مشكله جوهريه بالنسبه للزوج. أيوة. تمام. الخلافات والمشكلات بسبب اللي هو ضيق الحال، وبينتج عنها بقى سبب تاني اللي هو كثره انتقاد الزوجه لزوجها ومقارنه وبتقارنه بغيره. شفت فلان عمل ايه؟ شفت فلان سوى ايه؟ احنا مش طايلين حد، احنا مش مساويين حد، بص على نفسك كده، وانت نافع في حاجه؟ انت مش نافع في حاجه، انت راجل فاشل، انا متجوزه اصلا راجل فاشل. طب ممكن نقول برضه من اكبر الاسباب. تمام. اللي بتقطم ظهر الراجل وبتقطم العلاقه الزوجيه. بس يا استاذه زينب، استاذه زينب بس يمكن مطبق على الراجل والست برضو، يعني احنا انتقاد الراجل للمراه برضو بيحبطنا، بيبقى نتيجه لاسلوبها معاه. طيب واحده هترد وتقول لي بصي يا زوزو، والله انا مؤدبه ومحترمه جدا، بس الراجل ده بينتقدني. رد بيكون انت ما تعلمتيش توقفي الراجل ده عن تحده بهدوء وانوثه. ترد وتقول له حبيب قلبي من فضلك ما حبش انك تغلط فيا، انت تحب ان انا احترمك واحطك على راسي، وانا احب انك تحترمني وتحطني على راسك. لما تحترمني يا حبيبي انا حبي ليك بيزيد.
عيب، ما ينفعش الولاد يشوفوني وانا بتهان منك يا حبيبي، انت قدوه صالحه لاولادنا، تتعلم ترد عليه بكل هدوء وبكل انوثه وبكل ثقه. كل انا بقول لكل الزوجات كده. وذكريني من فضلك يا استاذه مها ارجع للنقطه دي بعد ما اخلص شويه الاحساس اللي انا كنت يعني جمعتهم من خلال الاستشارات ومن خلال المشكلات. ايوه ما انا بقول لحضرتك يمكن الكتاب اهو معانا على الشاشه يا استاذه زينب. طبعا حضرتك اللي كاتباه يا جماعه، الكتاب ده بجد ممتاز، انا بشكرك جدا، تسلم ايدك بجد ويسلم تفكيرك. كميه المشاكل اللي وردت فيها، انا بقيت قاعده والله العظيم يا استاذه زينب بقول الله، انا طبعا الحمد لله متجوزه بقالي كتير يا رب العمر كله، بس جيت في بعض الامور المشاكل الزوجيه اللي وردت عليا من قرايتي للكتاب، لقيت ان انا فعلا تصرفي انا اللي كان غلط. أيوة. ومع تخيلي أيوة. كنت بقول لا ده هو اللي غلط وانا اللي صح. أيوة. فلما قريت عرفت واتاكد فعلا الاعتراف بالحق فضيله. لا وكمان يعني انا برضو اشكرك تاني وتالت ورابع، لان فكره الكتاب وطريقه القرايه فيه مبسطه جدا، يعني انا اول مره اقرا كتاب ايمانه تسلم ايدك بالفكر ده بالبساطه دي وبحل المشاكل دي. يعني انا بتمنى ان كل اللي شايفنا يا ريت ما ياثروش في حقهم ان هم يجيبوا حتى الكتاب، ولو مش يعني مش عايزين يقروا ممكن حضرتك ارقام التليفونات متواجده على الشاشه يتواصلوا معاكي، واتمنى ان الكلام اللي حضرتك اتكلمنا مع بعض فيه وكتبهولي واللي انا قريته كمان تقولي لكل بنت مش يعني مش لاقيه ام تنصحها بنفس الطريقه. الكتب دي فرض عين اصلا على كل زوجه وفرض عين على كل بنت هتتجوز. التعليم فرض عين على كل بنت هتتجوز. والله الكتب والكلام اللي فيها، كل الكتب اللي بتتكلم في مجال العلاقات الزوجية أغلى من فستان الفرح نفسه. مهم جدا جدا التعلم والتعليم، مهم جدا عن طقم الصيني اللي بتحطه في النيش، مهم جدا عن الفرش اللي هتفرش فيه شقتها، لانه للاسف بيجي بعد سنه الفرش ده بيتلم ويترمي علشان الاثنين مش فاهمين بعض، لا الزوج ولا الزوجه. فللاسف برضو طب نرجع الاول نكمل اسباب الخيانه ونرجع لنقطه اهميه التعلم. اتفضل. وفي سؤال اسباب الدكتوره استاذ زينب، في سؤال برضو اسباب الخيانه، نقدر نقول الثوره الصناعيه بتاعت الميديا برضو حطت حطت الزوج او حطت الراجل في مقارنه، بمعنى من الطرف الثاني. من الطرف الثاني، اصل كتاب حضرتك مليء بالمعلومات المهمه جدا، برضو الواحد بيقدر يستشف منها السؤال ده. لا واسم الكتاب يا ريتني يا ريتني عرفت من زمان. يا ريتني عرفت من زمان. انا سميته كده لان الزوجات اللي فهموا وعرفوا انه قله التعلم هو سبب اساسي للمشاكل قالوا كده يا ريتنا اتعلمنا من زمان، يا ريتنا عرفنا من زمان. تمام. فالزوجه يعني هي منشغله بشغلها ومنشغله ببيتها. الزوجه معتقده ان هي لما بتلبس جميل وبتحط نقاب وبترش رشتين برسوم هي كده تمام ومش يعني مش ناقصها حاجه، وهي كده الراجل يسجد لله شكر ان هو متجوزها ويحمد ربنا كمان يا استاذه زينب. لكن هي ناقصها كتير، ناقصها تفهم دماغ الراجل ده، الراجل ده عاوز منها ايه، الراجل ده محتاج منها ايه. وهي طبعا هي الوحيده حاجات الراجل محتاجها من زوجته، هي الوحيده اللي تقدر ان هي تشبعها ليه. لو هي ما اشبعتش الحاجات دي ليه بيشوف غيرها، حاجات طبعا خاصه جدا. يعني لو اللي هترد وتقول دي حاجه طبيعيه المفروض ان اي بنت تعرفها، وان اجدادنا اتجوزوا وامهاتنا اتجوزوا من غير ما يتعلموا، هرد عليها بسؤال واقول لها ابنك دلوقتي لو انت جبت له تليفون نوكيا برنتين ده كهديه هيقول لك ايه؟ ما هذا الشيء الغريب؟ هل اتيت به من كوكب اخر؟ ايوه صح. ايوه ايه ده التليفون ده؟ يعني من 10 سنين عارفه كان ممكن، عارفه يا استاذه زينب كان ممكن التليفون ده كان يبقى هديه قيمه قوي لطفل عنده 7 سنين، من 10 سنين بس. لكن دلوقتي التليفون برنتين ده لطفل عنده 7 سنين دلوقتي في الزمن ده ايه ده؟
عارفه يا استاذه زينب، الراجل دلوقتي بيبقى عايز الست، يعني يمكن وده من احقيته، يعني ان هو ليه الحق في اربعه. جوزي مالكش دعوه بالكلام اللي انا بقوله، فهو بيكون ربنا اداله الحق ان هو يتجوز اربعه. لو هي تقدر تكون لي الاربعه اكيد مش هيبص لبره، صح ولا انا غلط؟ تقدر تقدر طبعا، تقدر تقدر جدا تقدر جدا. تقدر نصايحك بقى يا استاذه زينب للايه للزوجه، لان انا مش هدافع على الراجل شويه برضو مع الاذن طبعا استاذه، ما هدافع على الراجل مع متطلبات الحياه اللي احنا عايشين فيها طبعا وصعوبات الحياه. كل كلامي للزوجات ما تديش يعني كل كلامي في الكتب وفي الاستشارات. ما انا عارف، ما انا بس ما انا بأيد كلام حضرتك للزوجات، بقول لها اعرفي. تمام. ولو بقول لهم لو انت ما عرفتيش تضحكي عليه غيرك هيجي يضحك عليه. الراجل طبعا بكلم على الراجل الطبيعي، الراجل الشاب. طب يا استاذه زينب، ملهاش دعوه بقى بالانماط الكوباتيه والنرجسيه دي، يعني محتاجه مجلدات ثانيه نتكلم. كنت لسه اقول لحضرتك عشان استاذ هشام معانا في الحلقه، فبحكم ان الرجل والانثى قاعدين قصاد بعض فهنقعد نهاتي في الموضوع. وحضرتك بتضمني طبعا في كل كتبك وكل كلماتك ان مع الزوج، كل كلامك كله مع الزوج. والله انا بدافع فعلا، انا بدافع فعلا عن الزوج، بدافع فعلا عن الزوج الطبيعي، الزوج اللي بيجري على اكل عيشه. تمام. اللي بيبقى محتاج كلمه شكر، محتاج كلمه تقدير، تشجيع. الزوجة مش فاهمة ان الراجل في شغله علشانها، هو في شغله علشان يجيب لها الاكل ويجيب لها الطلبات ومصاريف المدارس والفواتير، فواتير النت يعني كفاية فواتير النت والكهرباء بقى والغاز وكل ده، هي مش فاهمة ده. الراجل بينزل الشغل يشتغل يجيب فلوس علشانها هي بقى عاوز تسمع كلام حلو، فبقول لها اعطيله اللي هو عاوزه، يعطيلك اللي انت عاوزاه. الراجل محتاج تقدير منك، تقول له شكرا وكتر خير، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك، انت حبيبي وانت تاج راسي وانت سندي وانت بطلي. هو عاوز يسمع من زوجته كده. يا بنت الناس، لما تقولوا له الكلام ده وتقولوا له اخر الاسبوع انا عاوز اخرج، مش هيخرجك ليه؟ طيب هيشتمك ليه لما انت بتقولوا له كلام حلو كده؟ معلش برضه يا استاذه زينب، لو الراجل مضغوط زي ما حضرتك قلتي ان هو مش قادر ان هو يبص ده، يعني ممكن الحاله الماديه مش سامحه لده، نعذره مفيش مشكله. تمام. زي ما هو ليه احتياجات هي ليها احتياجات. طيب استاذه زينب معلش، بعد اذنك. انا اقصد ان هي لما تقدره هو عاوز يساعدها، هي تبدا من عندها، تبدا من عندها وتعرف احتياجاته وترباعها ليه، تعرف احتياجاته وتكون انثى، تكون انثى في طلبها، تكون انثى في صوتها، تكون انثى في لبسها، ما تكونش الند بالند. طيب. ما تشيلش هي مصاريف البيت وتصرف على البيت ويرجع وترجع مضغوطه ومطحونه ومقصره في اهم ادوارها كزوجه، طبعا الزوجات فاهمين، ترجع تقول بيبص بره وانا شايله البيت. مين قال لك يا بنت الناس شيل البيت من المصاريف؟ شيل البيت. نرجع برضه لكتاب الراجل استاذه زينب، نرجع لكتاب حضرتك برضه يا ريتني عرفت من زمان. برضه عايزين نتكلم في نقطة مهمة جدا، حتة الارتباط. الارتباط مجرد الارتباط بالنسبة للبنت، ولا مجرد الارتباط المفروض الصح ارتباط فكري زي ما حضرتك طرحتي ارتباط فكري؟ طب أنا آسفة يا أستاذ هشام جدا لحضرتك والله، لأن أنا بس في نقطة وقفت معايا في الكتاب وللأسف وقت حلقتنا قرب يخلص، فحابة بس الأستاذة زينب، أنا آسفة جدا لحضرتك. أستاذة زينب بعد إذنك، أنا من وأنا بقرأ في الكتاب لقيت هنا في حاجة اللي هي البوصلة الشخصية. طبعا انا لما قريت شويه فهمت، بس عايزه حضرتك تفهمينا اكتر، لاني في ناس من عدم قله القرايه او قله الثقافه مش عارفه يعني ايه البوصله الشخصيه للراجل، فعايزه اسمعها من حضرتك يعني. تمام. البوصله الشخصيه دي كلنا انماط مختلفه. انا غير حضرتك، انا غير اختي، زوجي غير اخويا، والدي غير الله يرحمه غير زوجي، كلنا انماط مختلفه. الأنماط الشخصية أو البوصلة الشخصية زي البوصلة، حضرتك عارفة البوصلة لما تكوني في مكان تايه، في مكان واسع وتايهة كده، وبتقولي أنا هطلع البوصلة، البوصلة اللي بتحدد لك المكان اللي أنت هتروحي فيه، فالبوصلة دي اللي بتحدد لك التعامل اللي هتعاملي بيه الراجل. في راجل نمطه شمالي والأنماط دي تنفع على الراجل والست، يعني في ست شمالية وفي ست جنوبية وغربية وشرقية. في راجل شمالي شرقي جنوبي غربي. الراجل الشمالي ده معظم مشكلات الزوجات مع الراجل الشمالي. الراجل الشمالي ده مشاكل بسبب ايه؟ لان هو مسيطر، هو متسلط، هو سريع، هو قوي جدا، ناقد، زوج منتقد جدا، دايما ينتقد لان هو عاشق للكمال والمثاليه، يحب شغله جدا، مكافح، شجاع، يستمتع جدا بالمدح، يحب كلمات التقدير جدا، يحب يكون مسؤول،
هو يحترم الناجحين ويحترم النجاح. الجزء الايمن عنده شغال اكتر من الايسر يا استاذه زينب، صح كده؟ الايه؟ الجزء الايمن الايسر شغال اكتر من الايمن. ايوه الايسر شغال اكتر. شفتي القرايه جابت نتيجه اهو. ايوه ايوه شغل اللي هو جزء القياده، المنافسه، التحدي. الراجل ده معظم مشاكله مع زوجته ان هو مشغول بشغله، ان هو بينتقدها، ان هو مش عاوزها كسوله. لو هي جنوبيه نمطها جنوبي سوري هتبقى كسوله شويه، متردده شويه، ما عندهاش طموح شويه. هو الشمالي خلي بالكم يا زوجات، الشمالي الزوج الشمالي يحب زوجته ناجحه، يحب لها هدف، يحبها جميله، يحبها واثقه في نفسها، يحبها دلوع، يحبها ناعمه. الحمد لله الحمد لله جوزي شمالي، ربنا يطمن قلبك. الحمد لله. يحبها يحب ان هي حد ليها هدف، ليها كيان، ان هو شخصيه ذو كاريزما عاليه، على طول يفكر في المستقبل، يحب اولاده، يحبك مهتمه باولاده، يحب. لو هو الشرقي بقى ندخل في يعني ايه الشرقي، بعض مواصفات الرجل الشرقي، هو راجل يحب جدا المواعيد، دقيق، يعني ايه يستمتع قوي بانه هو يقنعك، متخذ لقرارات دقيقه، يكره الفوضى. يا زوجات يا جنوبيات والزوجات الغربيات، الغربي شويه مش منظم، لا. فالراجل الشرقي منظم جدا، يعشق الترتيب جدا، انتباهه عالي، مجتهد جدا في شغله، برضو عنده كاريزما عالية. فهو المشاكل اللي مع الزوج الشرقي مع زوجته ان هي مش منظمة، ان هي مش مهتمة بالمواعيد. فالزوجات تخلي بالها جدا جدا من الزوج الشرقي ده. استاذ زينب، استاذ زينب لو حبينا نعرف كيفية التواصل بقى، حضرتك بتدينا نصايح وارشادات جميلة، كيفية التواصل بقى لو في مشكلة او في استشارة من حضرتك بس خارج الدولة، ازاي يتواصلوا مع حضرتك؟ متاح برضه عن طريق الرقم اللي اعطيته الاستاذه مها، واتساب. الرقم ده واتساب، بتتواصل عن طريق الواتساب. بيحضر لنا في الكورسات زوجات من كل انحاء العالم، من كل مكان، عرب في امريكا وعرب في كندا، بيتواصلوا عن طريق الواتساب وبيشتركوا، وبتوصل لهم الكتب. تم شحن كتب لعرب في كندا وفي امريكا وفي كل مكان في العالم، عدا بعض طبعا الدول. طيب أستاذة زينب، الرقم هو 010-218-1579، ده رقم أستاذة هند. تتفضل. مشكورا. يا ريت أي اتصال يجي لها من مشاهدين برنامجنا أتمنى الرد عليه في الفور، وأتمنى أن يعني المعلومات اللي حضرتك تديها لهم والاستشارات اللي هم عايزينها. طبعا أنا مش محتاجة أن أنا أوصي حضرتك، يكفي أني يعني عايزه اقول تفكيرك كله اتلخص في الكتاب ده، وكتاب يا ريتني عرفت من زمان. ده كتاب بتاع الاستاذه زينب عبد الرحمن. ناخد منه بقى من نصائح. في عرض علشان حضرتكم، علشان يعني ايوه كده ايوه كده يا استاذه زينب اتفضلي. اللي هيطلب الكتب النهارده شحن مجاني النهارده وبكره. الكتابين ب 130 جنيه يعني الثمن تبعهم. طبعا انا بشكر حضرتك جدا. بشكر حضرتك جدا. وبعد اذنك بس سريعا كده، يعني بالنسبه طبعا لمشاهدينا لو حابين يحصلوا على الكتاب، مثلا لو مش بالارقام بيتواصلوا مع مين، او ايه المكاتب او ايه الاماكن اللي بتبقى موجوده فيها الكتب دي؟ طب يتواصلوا عن طريق الرقم، يتواصلوا واتساب على الرقم اللي موجود بالشاشه، وبنعطي لهم اسماء المكتبات. لو غير متاح ليهم الشحن، يعني الشحن عادي ممكن التواصل، يعني ما عندناش حجه. استاذ زينب في مدينه نصر. تمام تمام. في مكتبه نور العلم. نور العلم. استاذ زينب، استاذ زينب يعني بإيجاز كده حضرتك، عشان خاطر اتكلمنا في الكتاب، مش هناخد في الكتاب كلام كتير فيه، يا ريت عرفت من زمان. حضرتك كده هتقول لنا بإيجاز نقط مهمه. ايه هي النقط؟ نقطتين. نصائح حضرتك بالنسبه للمقبلين على الزواج، مش المتزوجين بقى، مقبلين على الزواج. نصائح سريعه يا استاذه زينب عشان للاسف وقت حلقتنا خلص. حاضر. نصائحها او النصائح السريعه، اولا لازم التعلم، لازم نتعلم. انا عندي بفضل الله عامله كورس للمقبلات على الزواج اسمها عروس متالقه متميزه. بعلمها ازاي تختار، على اي اساس تختار، و
تعرف نفسها، اهم حاجه تعرف نفسها هي عاوزه ايه، هي عاوزه تكمل دراسه ولا عاوزه تبقى زوجه. طب النصيحه الثانيه؟ التأني. تمام. التأني لازم من التأني، مش لازم العريس جه النهارده يبقى بعدها باسبوع خطوبه ونعرف الناس، لا اقعدي اتكلمي معاه، اسالي عن طموحاته احلامه، هو يحب ايه في زوجته، هيربي ولاده ازاي. بلاش العلاقات اللي تبقى عن طريق الانترنت الفيسبوك وغيره. استاذه زينب بلاش، بقول للمقبلات على الزواج لو سمحتي بلاش علاقات قبل الجواز. طيب استاذه زينب للاسف وقت حلقتنا خلص، وانا يعني مبسوطه جدا جدا ان حضرتك وافقتي وفديتي لنا بس الحبه الصغيرين دول، وطبعا عايزه اقول طبعا ميرسي لحضرتك على مداخلتك معانا، وان شاء الله يبقى في استشارات نقدمها على الهواء اكتر من مره. شكرا لحضرتك. وطبعا انا عايزه اقول لمشاهدينا الكتابين دول بجد والله العظيم والله العظيم، انا يمكن بصراحه مش بقرا كتير عشان عينيا، بس لما جبت الكتب الصيغه بتاعت الكلمات نفسها ما شاء الله يعني حلوه قوي، والخبره اللي هتاخديها وتكتسبيها والثقافه اللي هتاخديها من الكتب دي مهمه جدا. لو حابه تنجحي في حياتك حاولي تقري فيهم او حاولي تسالي عن حياتك قبل ما تخوضي المعركه. احنا متشكرين جدا استاذه زينب على الاستضافه الجميله بتاعت حضرتك، وان انت برضو وافقت ولبيتي دعوتنا وافدت طبعا المشاهدين، واحنا استفدنا بصفه شخصيه برضو. نشكر حضرتك، وبرضو نقول للمشاهدين احنا دايما وان شاء الله على طول هنجيب لكم برضو اللي يفيدكم ويفيد مشاكلكم ويفيد ظروفكم. شرفتونا، وان شاء الله معانا مع بعض الاسبوع القادم على خير باذن الله، وحلقتنا وارقامنا على الشاشه. شرفتونا.